كحك وعيد وكلام كده، ده حقيقي. بادئينها غلط. بادئينها من الاول كده غلط. خلينا نعرف، طيب احنا اخر يوم رمضان النهارده، ازاي ارجع تاني اظبط عادات اكلي؟ طبعا احنا داخلين زي ما حضرتك ذكرتي على ايام العيد، ودي مرحله انتقاليه من رمضان لايامنا العاديه. طبعا احنا كنا بناخد وجبتين في اخر اليوم، وهنرجع للثلاث وجبات اللي بيبتدوا مع بدايه النهار. يا ريت نرجع، يعني في ناس كتيره بتقول ما خسناش في رمضان، في ناس بتقول زدنا في الوزن، في ناس قدرت تنجز وخست ووصلت لبر الامام. احنا عايزين ننظم الدنيا، يعني اول حاجه النظام، تنظيم مواعيد الاكل، اثبت مواعيد الفطار، اثبت مواعيد الغداء، اثبت مواعيد العشاء. بين الوجبات ما احاولش ان انا القط واكل حاجات كتيره، مثلا بسكوت، شوكولاته، حاجات سعراتها الحراريه عاليه وتزود لي في السعرات الحراريه. هجوع بين الوجبات بتاعتي، اكل شويه خضار، اخد طبق شوربه خضار، اخد كوبايه زبادي، اخد كوبايه لبن رايب، اخد تمرايه، اخد صنف فاكهه مزايه، ده يكون ما بين الوجبات. وجبه الفطار عندنا كمصريين عندنا الفول، عندنا البيض، عندنا الجبنه. ما نكترش في تناول العيش برضو، لان العيش عندي من الكربوهيدرات اي نعم مفيده، ولكن برضو هو فيه سعرات حراريه عاليه. يا ريت واحنا بنبتدي الاكل نجرب ان احنا نبتدي بالخضار اللي موجود، يعني حتى مع وجبة الفطار جنب طبق الفول شوية جرجير شوية خضرة نبتدي نتناولهم. ناخد نقطع سلطة على طبق الفول مفيش مشكلة، نعمل البيض بالخضار زي قرص العجة برضو مفيش مشكلة. كل ما كان فيه خضار في الوجبة كل ما ده بيدينا شعور بالشبع وبيشغل حيز من المعدة. نيجي بقى زي ما قلت لحضرتك الوجبه البينيه، نتناول اي شيء صحي سواء خضار او البان. نيجي لوجبه الغداء، وجبه الغداء يا ريت نبتدي بطبق شوربه، الشوربه بتهيئ المعده لاستقبال الطعام، ما بتخليناش ناكل بنهم، خصوصا لو دخلنا السلطه بعديها، وبعد كده ندخل البروتين اللي موجود سواء نباتي او حيواني، ونخلي العيش او الرز او المكرونه اخر حاجه على مائده الاسره، مش هنلاقي ان احنا بناكل كميات كبيره. يا ريت العشاء تبقى حاجه خفيف، يبقى كوبايه زبادي، سندوتش جبنه معهم خيارايه، طبق سلطه فواكه احنا عاملينه في البيت، تكون حاجه خفيفه مع الاهتمام بشرب الميه وتنظيم مواعيد النوم. من اسباب زياده الوزن عدم انتظام النوم، وكلنا مرينا بده في رمضان. فتنظيم النوم 8 ساعات اثناء فتره الليل ده بيرفع من كفاءه الحرق، بينظم وظائف الجسم المختلفه، ده مهم جدا. شرب الميه، نحاول بقى نرجع نمارس رياضه. وبالنسبه للناس اللي زادت في وزنها خلال رمضان وحابه تخس، ما ابتديش بقى ادوس على نفسي بشكل شاق جدا في اول اسبوعين ولازم اخس ونلاقي بقى شوربه خضار وسلطه، لان ده بيفقد عزيمته بسرعه، بيزهق خلال اسبوعين. فلا، هناخد الامور تدريجيا. وبالنسبه للاشخاص اللي خسوا وحابين يكملوا، نقدر نتبع نظام الصيام المتقطع اللي هو جايه فكرته من صيام رمضان، ولكن لازم الشخص يكون سليم، لا يعاني من امراض الضغط او القلب او السكر. يا ريت يا دكتور منال نعمل الحاجات دي كلها، يعني يا ريت، حاجات بسيطة كل مره بتقول يا ريت على الفطار، يا ريت على الغداء، يا ريت على العشاء، يا ريت نعرف نقدر نعمل ده بعد بالإرادة رمضان يا فندم، عشان صحتنا حتى بشكل كبير. ده حقيقي.